بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. كنرحب بكم أخواتي الغاليات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم حلوى معسلة سهلة التحضير فقط ببيضة واحدة، مكونات جد بسيطة. كنتحصلوا على واحد الكمية اللي هي كثيرة تبارك الله، هذه ماشي كل كمية، وكتجي هاد الحلوى كتجي فتية وشرب العسل وهشيشة ومقرمشة في نفس الوقت، واحد القرمشة اللي هي خفيفة. كيف غادي نوضح لكم ان شاء الله في الفيديو، بغيت تجيكم يعني مقرمشة اكثر او شرب العسل او فتية بزاف، ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو. وحتى هاد اللوزة هادي ولا ما كانتش متوفرة ماشي ضرورية اخواتي، وبدون طابع وطريقة للاحتفاظ كذلك، ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو. وعلى بركة الله ندوزو المقادير وطريقة التحضير. في اناء كنديروا بيضه واحده، وغادي نضيف عليهم واحد نصف كاس تقريبا ديال الزبده، يعني كنحتاجوا جوج معالق اللي هما كبار، ولا كانت بحاله المطبخ بلا ما تذوبوها، انا كانت عندي في الثلاجه وذوبتها. تجو هنايا تقريبا نصف كاس، ما بين ربع ونصف كاس ديال ماء الزهر. نضيفوا السكر، سكر حبيبات اي سكر سنيده او سكر خشن، كاس ديال العنبه ما يعادل 160 غرام، ونضيفوا الزيت النباتية كأس غير ممتلئ. وغادي نخلط هاد العناصر بالطلب اليدوي. هنا غادي نضيف واحد الكأس ديال السميدة، السميدة العادية اللي كنديروا البسبوسة، الحجم متوسط، كأس واحد. وغادي نضيف دابا الدقيق، نجمع به هاد الخليط هذا حتى نحصل على واحد العجينه اللي هي متماسكه ورطبه في نفس الوقت. كندير جوج كيسان في الاول، ضروري كدوزوا الدقيق ديالكم في الغربال. النوبه الاولى غادي نخلطها غير بالطلب اليدوي، من بعد غادي نجمع بيدي. غادي نضيف الكأس الثالث، هنا كنضيفو الدقيق بالتدريج. وغادي نضيف جوج أكياس من خميرة الحلويات أي البيكين باودر. بسم الله، غادي نستعن بيدي هنا باش نجمع العجين. غادي نستمر ان شاء الله باضافه الدقيق حتى نجمع العجين، ونرجع معكم باذن الله ونقول لكم الكميه اللي خدات مني ديال الدقيق. هنا من بعد ما جمعت العجين، ما كنبغيش نطول عليكم اخواتي الفيديو، الدقيق الكميه اللي دخلت فيها 5 الكيسان ونص ديال الدقيق، الكيسان ديال العنبه. ممكن تاخذ منكم من 500 غرام حتى 600 غرام حتى تحصلوا على هذه العجينه، كتكون هكا رطبه ومتماسكة في نفس الوقت. ما تقصحوش بزاف العجينة باش ما تبقاش تفلتت معاكم. وكنشكلوا هكا كرات صغيرة هنا. من بعد ما شكلت هذيك العجينة كلها كرات، بسم الله غادي نبداو في تشكيل الحلوة ديالنا. كنروليوها هكا اما في يديكم، في راحة يديكم، او على سطح العمل. من بعد كتجمعوها بهذا الشكل هذا على شكل لوزة او شكل دمعة، وكنسدو، ما كنخليوش الفراغ في الوسط يكون كبير، لان باش تجينا ديك اللوزة نيشان في الوسط وما يجيناش ديك الحفرة تجينا كبيرة. وكنستمروا بنفس الطريقة على جميع الوحدات، ولا جانا الحجم شوية كبير كننقصوا منه. هنايا رجعت معكم اخواتي، ولات فرتات ليكم العجين، غير عاودوها يعني شكلوها على شكل كره، من بعد روليوها على شكل اصبع بهذه الطريقه، ما تخافوش منها. من الاحسن كتكوروا ديك الكرات ديال العجين، يعني ولا كانت يدكم خفيفه راه تكوروهم كاملين في النوبه الاولى، من بعد كتشكلوهم على هذا الشكل. ولا كانت يدكم ثقيله، من الاحسن كديروا واحد الكميه من بعد كتكملوا الاخرى. هنا غادي نوري لكم باش غادي نكملوا، ومن بعد غادي نقطع التصوير. كنشدوا هاد الوحدات هادو كنفندوهم في السميده،
وكنحطوهم هكا في الصينية ديال الفرن اللي مفرشي ليه الورق الزبدة. وهنا كنشدو ديك الحبات ديال اللوز كنديروهم في الوسط كنضغطو عليهم شويه. في هذا الاثناء راني شاعله الفرن راه سخون، كنشعلو النار كون يعني من الاسفل ومن الاعلى في نفس الوقت، كندخلو الحلوه ديالنا وكنحضيو معاها، راه ما كتاخدش الوقت بزاف في الطياب، غير نشوفوها خدات اللون وطابت معانا وخدات اللون من الاسفل ومن الاعلى. كنخرجوها تقريبا ديك 20 دقيقه حتى 25 دقيقه والنار كتكون هادئه، ونرجع معكم باذن الله. رجعت معكم اخواتي من بعد ما خرجتها من الفرن مباشره. كان غادي نديروها في العسل، قبل ما نديروها في العسل ولا لقينا شي لوزات هكا يعني طالعين كنولكو عليهم باش يشدوا بلاصتهم، وكنجيبوا الحلوه ديالنا كنديروها في العسل في واحد الطبق اللي فيه العسل. هذا الطبق جاني صغير، غادي نخوي في هذه الصينيه هذه كيف كتشاهدوا. من بعد ما شتفتهم هكا في واحد الصني كنجيبوا واحد الكميه ديال العسل، مازال غادي نزيد لهم العسل منزلي، واللي بغى يحضر هذا العسل غادي يخليه لكم في صندوق الوصف الرابط ديالو، كيجي ناجح باذن الله 100%. غادي نخلي الحلوه ديالي تشرب مزيان العسل، من الاحسن كتدخلوها الفرن يكون طافي يعني سخون وطافي، وكتخليوها واحد نص ساعه الى اكثر، ولا ما بغيتوش تشرب بزاف ديال العسل كتخليوها من 10 دقائق حتى ربع ساعه وكتحيدوها تقطر. وهذا العسل اللي كيبقى لينا ما كان يعني كنحتفظوا به، غير كنصفيوه وكنعاودوا به مره اخرى ان شاء الله شي معسله. غادي نكمل اخواتي وغادي نخرج الكميه الاخرى عندي في الفرن. ملاحظه بالنسبه اللي عندها الفرن كيشعل غير من جهه واحده، تشعل من الاسفل من بعد تشعل ليها من الفوق حتى تتحمر. رجعت معكم اخواتي، هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم المعسله. هذه ماشي كل الكميه، تبارك الله كتخرج واحد الكميه اللي هي كثيره. الكميه الاخرى غادي نوريها لكم، هي في واحد الطبق اللي هو صغير، وممكن تحتفظوا بها. غادي تشوفوا طريقه الاحتفاظ فيها اخر في هذا الفيديو ان شاء الله. بسم الله. والتزيين بغيتوا تزينوها هكا بشويه ديال السمسم اي جنجلان، يعني الاختيار كيرجع ليكم. غادي نقسمها لكم، هذه كتجي معسله، هذه خليتها تعسلت مزيان وكتجي شاربه العسل. وغادي ان شاء الله نقسم لكم حتى اللي خليت لها غير شويه ما تشربتش العسل بزاف، كتجي مقرمشه على برا وكتجي لداخل كتجي فتيه. لاول مره كتشاهد الفيديو ديالي كنرحب بها باش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد ان شاء الله. وما تنساوش تشجعوني بلايك باش توصلوا الفيديو اكبر عدد من اللايكات. وبطبيعة الحال ولا عجب لكم الفيديو وتبارطاجيوه مع الاحباب ومع الصديقات ديالكم باش تعم الفائده ان شاء الله. وهذه الحلوه ممكن تقدموها في رمضان وممكن تقدموها حتى في العيد. وهذه غادي نقسم لكم، هذه كتجي ما معسلاش بزاف ان شاء الله، غادي تشوفوا معايا كتجي طايبه وزوينه ومحمره. ملاحظه اخواتي اللي غادي تحتفظوا بها، من الاحسن كتعسلوها مزيان كتخليوها تشرب العسل مزيان، من بعد كتحتفظوا بها باش من بعد ما تنشفش معاكم وتشرب داك العسل. بسم الله. غادي نقسم لكم كيف كتشاهدوا، هذه كتجي مقرمشه وكتجي بحال السميده من الداخل. غادي ندوزو ان شاء الله باش تشوفوا معايا مرحله ديال الاحتفاظ بهذه الحلوه. كنديروها في واحد العلبه اللي كتكون محكمه الاغلاق، كيف كتشاهدوا كتستفوهم بهذه الطريقه، يعني كتحطوا وحده فوق وحده حتى تعمر لكم العلبه، وكتزيدوا واحد البلاستيكه من الفوق وكتسدوا عليها باحكام وكتحتفظوا بها. غادي تبقى معكم يعني طريه وزوينه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على المتابعه اخواتي. في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.